بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، قامت مديرية صحة حماه بالتعاون مع مديرية ثقافة حماه وجمعية تنظيم الأسرة فعالية منوعة تحت عنوان دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمرا ممكنا، تضمنت معرضا فنيا ومحاضرات وعرض مسرحي يعرف الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية. كله هذا ضمن هالاسبوع راح يكون في انشطه متعدده، هدفنا هو انه اتاحه الفرصه للارضاع الطبيعي في اماكن العمل. طبعا الحكومه السوريه وفرت بقانون العاملين الموحد الـ50 انه 3 اشهر مدفوعين الاجر للام المرضع بعد الولاده تاخذ 3 اشهر، اضافه لموضوع ساعه الارضاع اليوميه للمرضع، هي كحكومة سورية وفرتها، إضافة لبعض الأمور مثل وجود الروضات ضمن أماكن العمل اللي سهلت موضوع الإرضاع الطبيعي. الإرضاع الوالدي هو لتعزيز صحة الأم والطفل، منشجع طبعا الإرضاع الوالدي من أجل دعم الطفل لمناعته ولصحته ولخلوه من الأمراض. مشاركتنا بهاي الفعالية بالأسبوع العالمي للإرضاع الطبيعي مع مديرية الصحة وبإشراف منظمة اليونيسيف، مشاركة مثل بقية المشاركات لأنه احنا شركاء أساسيين مع مديرية الصحة، ونحن بالأساس فرقنا الممولة من منظمة اليونيسيف هي بتقوم بهذا الشيء بالجلسات التثقيفية عن الإرضاع الطبيعي وعن الإرضاع الوالدة وعن سوء التغذية. هذا المعرض هو نتاج عمل المتطوعات والأمهات لدعم الرضاعة الطبيعية بأسبوع الرضاعة الطبيعية، بتضمن حوالي 40 لوحة، بتاخد المشورة المقدمة للأمهات لكن بطريقة فنية. احنا ضمن الأسبوع الرضاعي عملنا ضمن ورشة العمل 10 لوحات، كل لوحة كانت تحكي عن أسلوب للرضاعة للأم. عمل مسرحية بعنوان أو سكتش خلينا نسميه عن أهمية الرضاعة الطبيعية، ونوعي شوي الناس أهم شيء الحوامل والمرضعات، ونوعيهم عن شوية أفكار خاطئة هني متوارثينا جايين نصحح لهم إياها. كمان شغلي أنه نحن نأخذ بعين الاعتبار أهمية حكي الطبيب، مو حكي جارتي ولا بنت الجيران، أنا أكون بدرجة وعي أكبر، إن شاء الله نحن نقدر نوصل لهين هاي المرحلة. يشار أن مديرية صحة حماه أطلقت حملة تعريفية شملت عددا من المناطق الريفية بهدف تعزيز الرضاعة الطبيعية وما تحمله من أهمية صحية واقتصادية للأسر المستهدفة. علي شحود، الإخبارية السورية، حماه.